للاسف مع اللي حصل من كام يوم، اول يومين بقى في تقارير انتشرت مثل نار في الهشيم، عباره عن ان في 40 طفل اسرائيلي تم ذبحهم، وان في ستات تم اغتصابهم. وده موحش موقفنا جدا بره. طبعا في ناس طبعا يقول لك مش مشكله بره، لا بره مهم. لان لو تفتكروا لما من كام شهر او السنه اللي فاتت لما كان حصل هجوم بشع على غزه، التضامن العالم اللي كان مفاجئ لناس كتير جدا خلى قصر مدة الهجوم ديت، وخلى منظر إسرائيل وحش جدا. دلوقتي نتنياهو قوض المجتمع الإسرائيلي بأن هو استولى على اختصاصات المحكمة الدستورية في إسرائيل، وكان في مظاهرات ضده لمدى أسابيع وشهور في اللي فاتت، والناس كتير جدا بتلومه على اللي حصل. لكن الفكرة بقى أن دلوقتي في موجة عالية جدا، الرئيس الامريكي والنجوم الامريكان في التوك شوز بيتكلموش على حاجة واحدة، هو اغتصاب الستات وذبح الاطفال، اغتصاب الستات والأطفال. دلوقتي في تقارير مؤخرا طلعت بتقول ان الكلام ده ما حصلش، وان دي بروباجندا. فده من الحاجات اللي يتم، اتمنى ان الموجودين على الارض يقدروا يجيبوا ادلة ان الكلام ده مش حقيقي. لان انا هنا اهوت بعيد عن الكلام ده، انا زيكم بتفرج على الفيسبوك بتاع، فانا حتى ما اقدرش اطلع اقول تضامن كذا، فهيقول لك الله، طب الاطفال اللي تم اغتصابهم، هيقول لك غلط، طب صح، طب غلط، صح، مين الصح مين اللي غلط. فدلوقتي في ازمه كبيره جدا دلوقتي، ان الموضوع بقى مش عمليه ان هو هجوم وخدنا اسرى، ولا هجوم وعملنا فيهم زي عشر اللي بيعملوه فينا، لا. ده انت وانس انت دخلت في عمليه ذبح اطفال واغتصاب ستات، انت كده انت المناقشه بتاعتك خسرت. مهما كان وقع على الظلم عليك وكلام من ده وبتاع، مش هتخلص، وهتبتدي بقى تجيب لهم بقى اصل بص اللي حصل في دير ياسين من 75 سنه، واللي حصل والنكبه وكلام من ده، محدش هيسمعك، لان دلوقتي الموضوع ده هو ده اللي مسيطر على الناريتيف وعلى الحوار ده. فيمكن انا هدفي هنا ان انا بدل ما افضل اقول اصل لو انا كتبت بوست وكتبت فيديو من مليون الف بوست، مش ده اللي هيفرق. الفكره كلها ان احنا الناس اللي موجوده على الارض اللي قريبه، حتى الناس اللي عندهم علاقات مع صحفيين اجانب موجودين، لازم يبتدي يتكلموا معاهم، ويبتدي الضغط في كل مؤتمر صحفي سواء في اسرائيل في امريكا على التقارير ديت اللي حصلت على الانتهاكات ديت، هل دي حقيقيه؟ هل دي بروباجندا؟ لان ده هيغير الناريتيف وهيغير الحوار ده. ده هدف الموضوع. الفكره كلها ان انت سهل جدا ان انت تشيطن مجموعه من الناس، ان انت تقول عليهم حاجات معينه بحيث ان الناس تتقبل اللي يحصل فيهم بقى بعد كده. تدك بيهم الارض، تذبحهم، تحرقهم، كلام من ده بتاع. فالفكره كلها دي معركه وعي ومعركه فين الحقيقه.